تفسير القرطبي قوله تعالى وإذ قال، قلنا لأن انتهينا مع ابن كثير مع بقول القرطبي وبشهادة القرطبي، نأتي هنا بالقرطبي وبتفسير القرطبي. تفسير القرطبي قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أقول الكلام مع القرطبي في موارد. المورد الأول قال القرطبي فيه 17 مسألة، الأولى الثانية الآن يصل إلى الثالثة. قال الثالثة قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، والكلام للقرطبي جاعل هنا بمعنى خالق، التفت خالق، إني جاعل في الأرض خليفة أي إني خالق في الأرض خليفة، جعل تكويني خلق إلهي، إني جاعل في الأرض خليفة فقط، لا نريد أن ندخل في تفصيل، لكن لاحظ قضية التأكيد هنا على الجعل التكويني، لم يقل إني جاعل في الأرض، لاحظ الخليفة الإمامة يعني، لم يقل إني جاعل في الأرض آدم أو خالق في الأرض إنسان أو بشر أو آدم وجاعل آدم خليفة. الخطاب والجعل والخلق بالمباشرة توجه إلى جعل وخلق الإمام، خلق الخليفة، وضمنا طبعا هو الخليفة آدم سلام الله على آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل هنا بمعنى خالق، ذكره الطبري عن أبي روق ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد، وقد تقدم يقول والأرض قيل إنها مكة. ويكمل القرطبي لازلنا في المورد الأول، يقول قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل الخليفة هنا آدم، التفت جيدا، قال ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل إلا المارقة أهل التكفير جماعة الدواعش الفكرية و القلبية والجسدية والسلوكية، هم دواعش، هم مارقة في كل شيء. الكلام للقرطبي قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل الخليفة هنا آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض، كما في حديث أبي ذر قال أبو ذر قلت يا رسول الله أنبيا كان مرسلا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. يقول القرطبي ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، لاحظ لأهمية الرسالة، لأهمية الخلافة، لأهمية الإمامة، لم يكن في الأرض أحد، مع هذا جعل الله الخليفة بنفسه، الله جعل وتصدى لجعل الخليفة، لجعل الإمام، لجعل الإمامة، لاحظ ليس فقط جعل عنوان الإمامة وجوب الإمامة، وإنما حدد الإمام، شخص الإمام، خلق الإمام، جعل الإمام، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الإمام، وقبل خلق الناس، وقبل خلق باقي الناس، وقبل وجود أحد في الأرض فقط آدم، وجعل الإمامة، وجعل آدم إماما قبل أن يخلق غير آدم. يقول ويقال لمن كان ويقول لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، فيقال كان رسولا إلى ولده، بعد ذلك صار عنده الأولاد، كان رسولا إلى ولده وكانوا 40 ولدا. الآن يقول وعاش 930 سنة، هكذا ذكر أهل التوراة وروي عن وهب أنه عاش 1000 سنة. إذن هذه أيضا معلومة من أين؟ القرطبي يقول هكذا ذكر أهل التوراة، إذن من أين أتى بهذه المعلومة عاش 930 سنة؟ من أهل التوراة. يقول وروي عن وهب أنه عاش 1000 سنة. المورد الثاني قال القرطبي، الرابعة قال الكلام هو في مسائل، فالرابعة عنده قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. التفت جيدا، يعني هذا الكلام إلا ما روي عن الأصم، وأنا أضيف له إلا ما روي عن ابن كثير، فهو أصم
على قول القرطبي، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، ويشمل ابن كثير. إذن القرطبي يقول الرابعة، هذه الآية أصل في نسب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال إنها غير واجبة، قال إنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك أن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزاءهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينسبوا إماما يتولى ذلك. يقول القرطبي ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام يعني يخالف الأصم هنا، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أنا أتيت بتكملة النص. يقول لماذا جعله في الأرض؟ يقول فاحكم بين الناس بالحق. إذن يقول القرطبي وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي أو آيات. أقول الأصم من متكلمي المعتزلة كان ناصبياً معروفا في بغضه للإمام علي عليه السلام، بل وتفضيله معاوية على علي عليه السلام، إضافة إلى موافقته وتأييده للخوارج كما يظهر في العديد من الموارد التي صدرت منه ونسبت إليه. ولكن مع هذا فإن ما طرحه القرطبي هنا غير تام، كما أن جل ما سجل على المعتزلة غير تام، بل يرجع إلى قصور في الفهم أو الغفلة، بل يرجع إلى قصور في الفهم أو الغفلة أو المغالطة والتدليس والافتراء. ونحن لا نحتاج الرجوع إلى المصادر لمعرفة قول الأصم ومراده، بل نكتفي بما قاله القرطبي والكلام في خطوات. خطوة أليف، أقول الكلام المنسوب إلى الأصم ليس فيه ما يشير إلى أنه ينفي وجوب الإمام مطلقا، فلا يشير كلامه إلى أن الإمامة غير واجبة في الدين، بل أن المعنى راجع إلى منهجه أو إلى منهج المعتزلة المتكلمين في التفكير العقلي واستنطاق العقل في فهم المعاني، فيصيبون ويخطئون. وفي مقامنا فإن الأصم يدرك كما غيره يدرك أن العلة من وجود الخليفة، من وجود الإمام الخليفة الإمام، هي للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. خطوة باء، الواضح والثابت عند كل إنسان عاقل وإن كان جاهلا أنه لا يوجد أثر إذا لم يوجد المؤثر، ولا يوجد مسبب إذا لم يوجد السبب والمسبب، ولا يوجد معلول إذا لم توجد العلة، بمعنى أنه إذا انتفى المؤثر والسبب والعلة فإنه ينتفي الأثر والمسبب والمعلول. والأصم المعتزلي يطبق هذه المقدمة في المقام، فيقول في المقام إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، وأن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام الخليفة. يعني بمعنى ما هو الغرض من وجوب تنصيب الإمام؟ يقول لوجود خلافات، لوجود تناقضات، لوجود نزاعات، إذن وجود الخلافات والتناقضات والنزاعات هي السبب في وجود الخليفة، في وجود الخلاف، الإمام المسبب المعلول الأثر. إذن نفسر نبين ما يريد الأصم، يقول إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام.
طبعا عندما نقول إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم بين الناس، طبعا ليس هو المقصود هذا، وإنما علاج ذلك، القضاء على ذلك. إذن حتى تكون المقدمة أكثر دقة حتى لا تمر على أذهان البعض بعض الشبهات، أقول إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، ووجوب علاج ذلك والحكم به حتى يسود العدل. أو بعبارة أخرى نقول إن المؤثر والسبب والعلة هو الحكم بين الناس، ووجوب علاج وإنهاء الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. هذه المقدمة أولى. إذن المؤثر والسبب والعلة هي وجوب الحكم بين الناس وعلاج وإنهاء الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. مقدمة أخرى، وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام الخليفة وجعل الله له ووجوب جعل الله له وخلق الله له، يعني بعبارات لا يحصل عندنا بعض الشبهات في الأذهان، عبارات مختلفة أتيت في المقدمة الأولى بصياغة أو بعبارات مختلفة، وأيضا هنا المقدمة الثانية أقول ما هو الأثر، ما هو المسبب، ما هو المعلول. إذن الإمام الخليفة فيجعل أو جعل الأثر هو وجوب جعل الخليفة، وجوب خلق الخليفة، وجوب خلق الله للخليفة، وجود الخليفة، وجوب وجود الخليفة، أي تعبير من التعابير. أقول وأن الأثر المسبب والمعلول هو الإمام وجعل الله له ووجوب جعل الله له وخلق الله له ووجوب خلق الله له ووجوده أي الإمام ووجوب وجوده. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا انتفت الخلافات والصراعات والمظلوميات بين الناس وساد العدل والإنصاف وقاموا بكل الأحكام التي من أجلها جعل الله الإمام، فإنه ينتفي وجوب خلق وجعل الإمام. جيم خطوة جيم، بمعنى أنه وكما قال القرطبي، ذكرنا سابقا كما قال القرطبي حسب ما نقل ابن كثير قبل قليل ذكرناه، قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا قال ابن كثير عن القرطبي قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي مقدمة الواجب واجبة. وهنا ما هو الواجب؟ الواجب هو الحكم بين الناس وعلاج الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. لاحظ، إذن عندي الواجب هو وجوب الحكم بين الناس وفض الخلافات والتناقضات والنزاعات وإلى آخره، هذا هو الواجب. مقدمة هذا الواجب هو وجود إمام، وجوب تنصيب الإمام. إذن وجوب حل الخلافات والتناقضات والنزاعات له مقدمة للحل، حل الخلافات والنزاعات والتناقضات والصراعات له مقدمة. ما هي المقدمة؟ تنصيب الإمام، وجود الإمام. الآن إذا لا يوجد خلافات أصلاً، الخلافات محلولة، التناقضات محلولة، النزاعات محلولة، لا يوجد صراعات، لا يوجد ظلم، يوجد إقامة حدود ويوجد نصر للمظلوم وعقاب للظالم، إذن هل نحتاج إلى وجود إمام إذا كانت القضية محلولة؟ إذا انتفت الخلافات والتناقضات صار وجوب حل الخلافات والتناقضات والنزاعات من السالبة بانتفاء موضوعها. إذا كانت الخلافات والتناقضات والنزاعات منتفية أصلا، فهل نتحدث في وجوبها؟ فإذا لم يكن عندنا واجب، لا يوجد واجب، فما هي مقدمة الواجب حتى نتحدث عن وجوب مقدمة الواجب؟ نحن قلنا مقدمة الواجب واجبة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. هنا هل وجب الشيء؟ لا يوجد شيء أصلا، لا يوجد خلافات، لا يوجد نزاعات لأنها محلولة أصلا. فإذا انتفى هذا ينتفي وجوب تنصيب الإمام، هذا ما يريد أن يقول الأصم، وهذا ما قاله الأصم، فأين الإشكال وأين المشكلة على الأصم؟ إذن هذا عندي جيم دال، بمعنى أنه لماذا جعل الله الإمام؟ فالجواب للحكم بين الناس وحل الخلافات والنزاعات والصراعات بين الناس. ها خطوها على فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال،
يسأل السائل أنه إذا انتفت كل الخلافات والصراعات والنزاعات وساد العدل والإنصاف، فهل نحتاج للإمام؟ وهل يجب جعل الإمام؟ ولأي غرض سيجعل الإمام بعد فرض انتفاء العلة وانتفاء كل خلاف ونزاع وصراع وصار العدل والإنصاف والإحسان؟ لا جواب. خطوة أخرى، واو، والمتوقع من المغالطين وأصحاب الفكر المارق والتكفير أنهم سيأتون بجواب من القرآن، ولو تنزلنا وسلمنا بصحة وتمامية الجواب فكيف سيكون البيان والحجة على من لا يعتقد بحجية القرآن؟ ومن لا يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بغيرها من كتب السماء؟ لا جواب. خطوة أخرى زاي، ومرة أخرى نغير صيغة الكلام فنأتي بالسؤال المهم الأصيل، وهو لماذا جعل الله الخليفة الإمام؟ لماذا جعل الله الإمام؟ لماذا جعل الله الخليفة؟ هل من جواب؟ إن كان الجواب أنه سبحانه وتعالى قد جعل الإمام للحكم بين الناس وإقامة الحدود وإقامة العدل والإنصاف، فهنا سؤال وسؤال. سؤال أول، هل تحقق الغرض من وجود الإمام؟ فهل تحقق وانتشر العدل والإنصاف في الأرض في البلدان وبين العباد في زمن من الأزمان منذ الخليفة الأول إلى الثاني والثالث رضي الله عنهم مرورا بعلي عليه السلام فضلا عن غيرهم من حكام؟ تحدثنا عن العصر الإسلامي الآن، وطبعا يشمل ما قبل الإسلام. فمتى سيتحقق الغرض الإلهي الحقيقي الواقعي التام الذي من أجله جعل الله الخليفة والإمام في الأرض ولجميع الناس؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا لا يترك الله تعالى العبادة في خلاف وصراع ونزاع وحروب وقتل وقتال وظلم وقبح وفساد فلا يجعل لهم إماما؟ يترك الناس على ما هم عليه، فلا يجب عليهم تنصيب الإمام ولا يخلق إماما ولا يجعل إماما. لماذا لا يترك الله العباد على ما هم عليه وما هم فيه؟ هذه الخطوة زاي. الخطوة حاء يأتي الكلام فيها إن شاء الله.